إن شاء الله سنة تونيروبوس جونيور باش يكون فيه تروز اكس كونكور تشالنج و اكسبوزيسيون. بالنسبة للكونكور سنة التيم بتاعنا هو بوكيمون. ليدي انو لي بارتيسيبون يصنعو ان روبو سولون ان كاي انشارج و تصير عليه كومبيتيسيون نهار الجورني حتى ليوصل يربح معانا ان فيناليست. سنة ان شاء الله باش يكونو معانا 50 اكيب في الكونكور. بالنسبة للاكسبوزيسيون و لي هي النوفوتي بالنسبة للسنة ان شاء الله باش يكونوا معنا دي بروجي صنعوهم صغار عمرهم ما بين 7 و17 سنه تصير لهم ليكسبوزيسيون هاد الجورني. بالنسبه للتشالنج سنه باش يكونوا معنا 30 بارتيسيبون صارت لهم دي فورماسيون من ليكيب نتاعنا بكل ايكول 4 سيسيون دو فورماسيون. الروبوس جونيور يصير في الصباح نهار الجورني 23 افريل 2017. لاكسي للاكس نتاعنا باش يكون غراتوي. مرحبا بكم.